هذه المخاشنة جدا كانت قوية. إن شاء الله. الآن محمد سالم المال موجود. أنا اللي بعرفه أحمد فتحي، حسين خرجه لماذا يدفع هنا نينيه؟ لماذا يدفع نينيه؟ في هذه اللحظات كان لا يجب على حسين خرجه لا يأتي. في وجود كابتن الفريق رجب حمزه ممكن ياتي ويجادل الحكم، تاتي وتدفع نينيه لماذا؟ فنينيه بعد ذلك رد الدفعه بلكمه. بعد ذلك كان ممكن ينتهي الامر الى ان اتى بعد خرجه من جديد ولعب لعبه الكاراتيه، يعني ما شاء الله عليه. ومع ان اليوم خرجه انا على حسب رايي افضل لاعب في هذه المباراه، من افضل ما ادى في هذه المباراه، وبدل من بعض الاداريين ان يقوموا بتهدئه الامور قاموا بشعللة الموضوع. صح، للاسف من اللاعبين المتميزين باخلاقهم داخل وخارج الملعب. برافو على فهد جابر بصراحه حكم هذه المباراه، الحكم القطري. هنا اللقمه، هنا اللكمه وسبقت اللكمه دفعه ايضا من خرجه بصراحه، يعني فشاف الدفعه يمكن شاف اللكمه، اللكمه جدا قويه. تصرف مخطئ من نيني وتصرف ايضا مخطئ من خرجه، وهنا التصرف البشع بصراحه، لكمه الكيك بوكسينج للاسف يعني من خرجه. يعني تصرف غير لائق بصراحة، لا من خرجة ولا من نيني ولا من عبد الله معرفي اللي ما كان يدري عن السالفة بتاتا. من اللي بداها؟ اللي بداها بصراحة خرجة، مع كل الاحترام والتقدير لهذا اللاعب، وأنهاها أيضا نيني، وبعد ذلك جاء عبد الله معرفي وزاد الطين بالله للأسف يعني. وحكم المباراة بصراحة